السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، سنة سعيدة عليكم ورمضان كريم عليكم يا رب، وتكونوا بأفضل حال بإذن الله. النهاردة يا جماعة أنا حبيت أشرح لكم تطبيق البريد المصري، اللي هو تطبيق فيزا ايزي باي، الفيزا اللي طبعا عارفين ان هي يعني هي الفيزا الوحيدة اللي بتقدر تستلم من عليها أرباحك لو انت عامل حساب باي بال بتربطها بيه، وبعد ما تربطها بيه بتفعله. بعد ما تفعل حساب باي بال بتقدر تسحب ارباحك عن طريق الفيزا ايزي باي، فيزا البريد المصري. ما تقدرش تسحب عن طريق فيزا عاديه او ماستر كارد، لازم فيزا ايزي باي لانها بتتعامل معاها بشكل كويس. ندخل على التطبيق، التطبيق اهو بينزل من على جوجل بلاي، تكتب على جوجل بلاي تطبيق فيزا ايزي باي وهتنزله، وهي الوضع بالشكل ده. ندخل على التطبيق عادي، ادي يا جماعه فيزا البريد المصري تطبيق. طبعا التسجيل فيه بيبقى عادي، التسجيل فيه بتدخل رقم تليفونك وبتدخل رقم الكم بتاعك وبتدخل رقم البطاقة بتاعتك، وبعد كده بيبعت لك رسالة عشان تفعل التطبيق، بتيجي لك على الرقم بتاعك اللي انت سجلت بيه. وبعد ما بتفعل بيقول لك اختار 4 أسئلة، 4 أسئلة يعني ما لون، مش عارف ما افضل لون عندك، يعني افضل لون، اللون المفضل لك، افضل صديق عندك، مش عارف ايه. اختار 4 أسئلة، وبعد ما تختار 4 أسئلة هتجاوب عليهم، عشان لو حصل مشكلة ومعرفتش تفتح الرقم السري اللي انت بتعمله بيه، لانه هو لازم شرط ان هو بيكون عنده رقم سري انت اللي بتحدده. خلينا ندخل الرقم السري بتاعي، لحظة يا جماعة. خلاص انا دخلت الرقم السري بتاعي ودخلنا على الحساب على طول. ادي يا جماعة الرصيد، الرصيد بيجيلك فيه على طول. ده برضه مناسبة بالنسبة للي عاوز يعرف الرصيد بتاعه، يعني لو عايز تعرف الرصيد بتاعك في بطاقتك. تمام، الرصيد هنا على طول اهو، 61 جنيه، وهنا البطاقة بتاعت رقمها والاسم بتاعي اللي انا متسجل بيه في البطاقة، يعني الاسم ده انا مش كاتبه، لا ده هما يعني عملوا الاسم على طول انهم عارفين ان انا مسجل باسم ده. هنا التطبيق ده مميزاته في ايه؟ لو انت عاوز تدفع فواتير عليك تدفعها عن طريق التطبيق ده عادي خالص. هنا الخدمات، عاوز تدفع فواتير جامعة، فواتير كهرباء، فواتير أي حاجة. لو عايز تدفع فواتير كهرباء بتدخل شركة الكهرباء اللي انت شغال فيها اللي انت تبعها يعني، وبعد ما بتدخل تدخل على الشركة بتدخل الكود كود رقم الحساب بتاعك، اللي هو الكود بتاعك اللي بيبقى جاي، يعني باختصار رقم السري اللي بيبقى جاي مع البطاقة بتاعتك، اللي هو مكون من حوالي 4 أو 5 أرقام، ده عشان تعرف تدفع الفواتير بتاعتك. و هنا طبعا هنا الدفع باستخدام مسح الرمز، بس ما لناش دعوه بيه. وهنا الحوالات البريديه، لو انت عاوز تحول فلوسك، هنا لو عايز تحول فلوسك تكتب، تدخل هنا رقمك القومي، وهنا اسمك الرباعي، وهنا رقم بتاعك، وهنا المبلغ اللي انت عاوز تحوله، اللي انت عاوز تستلمه تاخده ليك يعني، وهنا يعني السبب اللي انت عاوز تستلمه ليه، شراء اصول، مصروفات عائليه، اي سبب من الاسباب. وبعد كده بتقول استمرار بيحول لك المبلغ. هنا دي المستلمة، المستلمة اللي هي التحويلات اللي الناس بعتوها لك عليه، ان انت يعني يجالك تحويلات على البلد على البطاقة بتاعتك وكده. هنا دي المعاملات بتاعتك اللي هي دفع فواتير واستعلام عن التحويلات والحاجات دي كلها، كل حاجة موجودة هنا، يعني حاجة حلوة خالص. وهنا تحويل داخلي، لو انت عاوز تحول لأي، يعني لو عايز تحول لوالدك، يعني انت مثلا عاوز تحول لابنك لو هو مثلا مسافر او كده، او في مكان ومش معاه فلوس ومعاه الفيزا دي، لو عايز تحول له فلوس عليها تحول له عليها عادي من خلال التطبيق ده، وانت قاعد في بيتك مش محتاج ان انت تروح على بنك او تروح على البريد قصدي عشان تحول له فلوس عادي، وانت قاعد في البيت تحول له فلوس على بطاقته. كل عليك بتختار رقم البطاقة بتاعتك اللي هو من الحساب ده، بتدخل رقم بطاقتك اللي هي اللي زي دي، وبعد كده بتختار رقم البطاقة اللي انت هتحول لها الحساب، وبتشوف تحدد المبلغ اللي انت عاوز تحوله ليها، وبتقول تحويل. هنا كشف الحساب، لو عاوز هنا تدخل رقم البطاقة بتاعتك تشوف المعاملات اللي تمت عليها. هنا معاملات تمت اهي، معاملة يعني 16 جنيه، ومعاملة تانية 19 جنيه، و24 و26، وهنا آخر معاملة 100 جنيه. المعاملات اللي تمت عليها يعني، والتحويلات والاستلامات والحاجات دي كلها.
يعني تطبيق حلو، يعني ما شاء الله تطبيق روعة وممتاز جدا ومش محتاج اي حاجة وبسيط. وغير كده وكده يعني انت لو معاك بطاقة كده وقاعد في البيت زي حالات اللي انا منزل التطبيق اصلا عشان اعرف الرصيد اللي في البطاقة بتاعتي كام، يعني ومش عارف يعني زي الوقت ده مثلا ومش عارف الرصيد اللي في بطاقتك كام، ويعني فلما انت تنزل التطبيق ده هيجيلك رصيد بطاقتك على طول، هيجيلك الرصيد اللي في بطاقتك على طول زي ما انت شايف كده. عادي جدا، الدنيا حلوة، التطبيق جميل جدا وممتاز، وصراحة تطبيق يعني روعة معنى الكلمة. أنصحكم تنزلوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.